يمتد الوطن العربي من المحيط الأطلسي غربا إلى بحر العرب والخليج العربي شرقا، شاملا الدول التي تنضوي في جامعة الدول العربية في غرب آسيا وشمال أفريقيا وشرقها. جغرافية الوطن العربي اليوم تشبه إلى حد ما الأراضي التي كانت تحت سيطرة الدولة الأموية باستثناء الأندلس وإيران وأفغانستان ومناطق جنوب شرق الأناضول. في هذا الفيديو نستعرض 8 أمور ستحدث في حال اتحد الدولة. سيكون 5.99 تريليون دولار سنويا، مما يجعلها في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي. المساحة الإجمالية ستكون 13.500 كيلومتر مربع، ستكون في المرتبة الثانية بعد روسيا الاتحادية. عدد السكان سيكون 385 مليون نسمة، في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند. الجيش العربي بناء على الإحصائيات الحالية سيكون من 4 مليون جندي و9000 طائرة حربية و4000 طائرة هليكوبتر و19000 دبابة و51000 سيارة حربية. استصلاح الأراضي الصالحة للزراعة والري في السودان والتي تقدر ب 84 مليون هكتار ستنتج 760 مليون طن من القمح و370 مليون رأس من البقر و410 مليون رأس من الخرفان و850 مليون رأس من الدجاج في العام الواحد. تغطية 8% من الصحراء الليبية بخلايا شمسية يكفي لإنتاج 20 مليون ساعة جيجاوات، وهو يكفي احتياج كامل الكرة الأرضية من الكهرباء. إنتاج اتحاد الدول العربية من النفط سيكون 24 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل 32% من الإنتاج العالمي. قيمة الزكاة 2.5% على الأموال المحفوظة دون تشغيل 29 مليار دولار سنويا، وهو يكفي لبناء 25 مدينة لمليون شخص في كل مدينة، وعشر مستشفيات فيها 550 سرير في كل مشفى، وعشرين مدرسة تحوي 3000 طالب في كل مدرسة، وثلاث مطارات تحوي 10 مليون مسافر لكل مطار، وسبع جامعات فيها 25000 في كل جامعة. إنه الحلم الذي يحلم به كل ناطق بلسان عربي. ندعو الله أن يجعلنا نرى العالم العربي شعبا واحدا ويدا واحدة.